مشاهدينا مع الحل عنا، بحييكم دايما عبر الام تي في. طبعا بعد العطلة بالأمس رجعت اليوم كل الإدارات والقطاع الرسمي إلى العمل، وطبعا كل قضايا الناس هلأني يلي عم تلاقيها دايما تبعها، نعطيكم أجوبة يلي نحن أكيد بنحصل عليها. بالبداية منبلش بالمعلومة، عندي معلومة عن كهرباء لبنان، فأعلنت أنه بعد انتهاء مدة تخفيض رسوم الاشتراك بالتيار الكهربائي بنسبة حوالي 25% للقدرات المكتتبة 15 و20 أمبير، بلغ عدد المستفيدين 106,643 مشترك جديد، من بينهم 52,500 سددوا اشتراكاتهم، فيما الباقون موزعين مدعوون لدفع رسوم معاملاتهم خلال فترة شهر بعد أن تكون أصبحت جاهزة للدفع في مكاتب الزبائن لضمان استفادتهم من التخفيض. وجاءت الطلبات الجديدة حسب المحافظات على الشكل التالي: 1.977 بيروت، 23.257 جبل لبنان، 25.125 البقاع، 23.292 الجنوب، 117.947 الشمال ما عدا نطاق كهرباء قديشة، و 5.45 نطاق قديشة، يعني بيكون المجموع 106,643 طلب اشتراك جديد بكهرباء لبنان. هالتخفيض المذكور يندرج في خطة وزارة الطاقة والمياه لسيما لجهة تخفيض الهدر غير الفني وتحفيز المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود لاستمداد التيار الكهربائي بصورة شرعية وتجنيب الإجراءات المترتبة على الاستمداد غير الشرعي والتي تصل على عقوبة السجن. جرى تطبيق التخفيض لفترة 3 أشهر انتهت ب 28 آب 2019، من المتوقع أن ينعكس إيجابا على أكثر من صعيد خصوصا لجهة انخفاض التعديات على الشبكة بعد تركيب العدادات الجديدة نتيجة الإقبال الكثيف من المواطنين على الاستفادة من التخفيض، وذلك أنه جزء كبير من مقدمي الطلبات الجديدة كانوا يستمدوا التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، وبالتالي أتاح لهم هذا البرنامج تسوية أوضاعهم، وأيضا هالموضوع بيزيد واردات المؤسسة نظرا للإقبال الكثيف على الاستفادة من التخفيض والاشتراك بالتيار طوال فترة 3 أشهر في مختلف دوائر مؤسسة كهرباء لبنان، وتشجيعا للمواطنين على مبادرتهم لتسوية أوضاعهم. اتخذ مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 29 آب 2019 قرار بتخفيض رسوم الاشتراك ال 15 و20 أمبير ل3 أشهر إضافية، على أن يدخل قرار خيز التنفيذ فور ورود مصادقة كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية عليه. متابعة، بمتابعتنا ونظرا للاتصالات الكثيفة خصوصا من المتقاعدين في التعليم إن كان أساسي أو ثانوي بموضوع السلسلة والمراحل، ولكن الأهم اللي بيجمع كل المتقاعدين هو المادة 18. هالمادة من القانون 46، المادة 18 بقانون 46 على 2017. كلنا بنعرف أنه وزير المالية طبعا عمل ببيان ورفض تطبيق المادة 18 من القانون 46، وما بنعرف ليه رفض ولي ما قبل كمان أنه يطبق القانون، يعني بيطبق بيان بس ما بيطبق قانون. هيدا موضوع كمان يسأل لوزير المالية، ولكن اليوم واقع المتقاعدين واقع يعني ما عارفين كيف عم تحتسب السلسلة، وبالتالي كيف المراحل، كمان ناس أخذي أكثر من ناس ما قبضت بالمرة، في اعتصامات عم بتصير، في تحرك عم بيصير رفضاً أنه هذه المادة 18 ليش ما بتطبق بحسب القانون. معي على الخط مباشرة أستاذ غطاس مدور. الأستاذ غطاس هو بنقابة متقاعدي التعليم الأساسي، إذا مش غلطانة أستاذ غطاس، رابطة المتقاعدين رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي، فأهلا وسهلا فيك.
فيك تاهي ست ربكة. صراحة إنه هالمادة 18 اللي هون من خلال يعني كنتوا ضيوفي حضرتك ورئيس رابطة الثانوي ووقتها حذرتوا من عدم تطبيق المادة 18 واستبدالها ببيان صادر عن المالية، كان الرفض بالمجلس النيابي وما زالت المفاعيل لحتى الساعة اعتصامات من قبلكم وعدم شفافية للمتقاعدين يلي يوميا ما بعرف كم سؤال بيصلي على البرنامج. ست ربيكا، بداية نحن نشكرك على اهتمامك فينا ومتابعتك لقضيتنا، ويا ريت يا ريت بس بتعطي شنت لهالمسؤولين الفاسدين وما هم إلا حالهم وبس. نحن المادة 18 واضحة وصريحة جدا. نعم. ونحن الوحيدين يلي حرمنا من تطبيق المادة 18 كما وردت في القانون. المادة 18 نصت بشكل واضح. نعم. عطيونا نحن كمعلمين وأساتذة متقاعدين بالتعليم الرسمي 85% بموجب القانون، وسطونا إياها على ثلاث دفعات. الدفعة الأولى 25% من أساس المعاش. الدفعة الثانية مماثلة على ألا تقل عن 300,000 ليرة. يعني كلنا بنعرف ما معنى مماثلة ست ربيكا، يعني 25% يعني 25% على ماذا حصل المعلمون والأساتذة من ال 25%؟ ما حصلنا إلا من 0 حتى 10%. في ناس حصلوا على 0، ناس حصلوا على 10%. حكيوني واتصلوا فيه وسألوا ليه. عظيم السؤال، ليش معالي وزير المالية مع الزميل مارسيل غانم بصار الوقت قال إنه اندفعت. عظيم، رح نتابع نحن تنقل له شو اندفع وشو قال معالي الوزير. كلام معالي الوزير معلش شيء بده يسمح لنا، صرنا عم نسمح لانفسنا نقول كلام ما بنقبل نقوله. لا انا بدي الكلام اللي قاله كذب، يعني احنا ما بدنا نقول لمعالي كذب، بدنا نقول الواقع اللي صار. صحيح. شو صار معكم؟ نعم نحن اللي صار معنا الدفعه الثانيه ما دفعوا لنا اياها صحيحه، لانه اصدر بيان معالي الوزير ضرب فيها الماده 18 على ذوقه، فسر المادة 18 على ذوقه، والدفعة الثالثة لم نقبض منها فلس واحد. الدفعة الثالثة دفعت للإداريين ودفعت للعسكريين. من دفعت للمتقاعدين؟ من دفعت للمتقاعدين في التعليم؟ الأساتذة المتقاعدين ما قبضنا منها ولا ليرة، حتى الدفعة الثانية ما قبضنا منها ولا ليرة. ونحن كمان طرحنا السؤال على معالي الوزير، يا معالي الوزير البيان اللي أصدرته حضرتك وزارة المالية، نحن ادعينا على وزارة المالية، وزارة المالية بتقول إنه بيان الوزير غير قانوني وما له حق يصدر. كيف يعني الوزارة بتناقض حالها؟ ما بنعرف، هيدي الوزارة عم بتقول هيك. نحن بناء للدعوة اللي أقمناها ضد المالية بتقلنا إنه الوزير بيانه غير قانوني وما له حق. طيب استاذ غطاس، ما له حق يوقف لنا رواتبنا. طيب يعني انتم الاساتذه المتقاعدين بعد ما قبضتوا للمرحله الثانيه ولا الثالثه؟ يعني بعد المرحله الثانيه ست ربيكا قبضنا جزء منها. قبضتوا يعني جزء منها، جزء منها يعني حسب تفسير الوزير. نعم، مش كما هو القانون. نحن هون بنسال، نحن هون بدنا نسأل، هل نحن نعيش في دولة قانون أو دولة محاصصة أو دولة بيانات؟ طيب إذا كان الوزير على ذوقه بيعمل قرار بينقض القانون، يعني نحن عايشين بمتخزين بهالكلمة. طيب. يعني عايشين بمزرعة مش بدولة قانون. استاذ غطاس، تجاه هذا الواقع بعرف أنه أنتم ما أمامكم وسيلة إلا رفعتوا دعوة، أو الوسيلة الثانية هو الاعتصام السلمي. صحيح. يلي أنتم مستمرين فيه مع الثانوي. طيب. صحيح. لوين بدكم توصلوا؟ شو الخطوات التالية حتى هالمتقاعدين يلي عم يسمعونا ويلي ناطرين أجوبة من الدولة اللبنانية وشفافية كمان عن كيفية الاحتساب؟ يعني اليوم عن كيفية الاحتساب رح نقول لك اياها، نحن وين بدنا نوصل بالاول؟ لأنه نحن بهمنا كيفية الاحتساب كمان يعرفوا، لأنه ناس قبضت أكثر من ناس، ناس معاشها أكثر من ناس قبضت أقل، يعني كان في خربطة شوي بالنسبة للدفعة الثانية. مزبوط 100%، مزبوط، لأنه كل واحد الخربطة، لأنه كل واحد حسب معاشه بده يقبض. صحيح. ما في معاش مثل الثاني. واحد، اثنين، نحن بدنا نسأل قبل ما نوصل لهون ست ربيكا، بدنا نسأل هالكتل النيابية يلي موجودين بالمجلس النيابي. نعم. كيف يصدر الوزير بيان
ينقض القانون وما حدا منهم بيتحرك. تواصلتوا مع نواب، تواصلتوا مع لجنة المال والموازنة، مع لجنة التربية؟ رح نحطك بالأجواء، رح نحطك بالأجواء ونحط المجتمع اللبناني. نعم. والرأي العام. تواصلنا مع دولة الرئيس بري. نعم. شخصيا كرؤساء روابط قالنا معكم حق 100% ورح أراجع الوزير. نعم. تواصلنا مع دولة الرئيس الحريري ما قدرنا نتواصل معه. إمنا باعتصام للتوجه كرابطة مع كل المنتسبين نحو دولة الرئيس بري، منعنا من الوصول ومقابلته. نعم. إمنا باعتصام آخر لعند دولة الرئيس الحريري، منعنا من الوصول ومنعنا من الدخول لمقابلته. بدنا نسأل سؤال هون، هل هالمراكز الحكومية هي حكر على أشخاص أم هي مراكز نحن الشعب دافعين ثمنها وبحق لنا نقابل هالمسؤولين تنشوف كيف عم يتصرفوا فينا هيك؟ هلا إذا دولة الرئيس بري وعدكم يحكي مع الوزير، يعني مفروض يصدر شيء عن معالي الوزير. أي متى؟ منذ متى؟ وعدنا من أكثر من شهر، من شهرين، وما زلنا على الوعد يا كمون. دولة الرئيس الحريري وعدنا لما وقفونا عند مدخله، عند مدخل منزله. نعم. عند مدخل المقر. نعم. قالولنا أنه بيردوا علينا خبر نهار الاثنين من يومين. حتى يعطونا موعد، وحتى الساعة لم نحصل على موعد. لماذا؟ في بدنا نسأل السؤال لماذا؟ ما بحق لنا نستفسر منه؟ نحن بكل صراحة كمتقاعدين إذا المسؤولين عنا ما بدهم يقبلونا نحن منرفضهم كمسؤولين. طيب. منرفض يكونوا مسؤولين عنا ومنرفض نقول إنه بيمثلونا. أستاذ غطاس، نحن بدنا ناكل عنب وبدنا ناكل مطور. أنتوا دقيتوا الأبواب يعني طبعا يلي لازم تدقوها حتى تعرفوا أقله يعني شو مصير هالمرحلة الثانية والثالثة من سلسلة. هيدا حق من حقوق الموظف إن كان متقاعد أو موظف عادي في القطاع العام. اليوم صحيح. ما في أمامكم إلا انتظار جواب وزير المالية بعد تواصلكم مع دولة الرئيس بري. ست ربيكا، نحن من 2010 عفوا من 2010 ناطرين هالسلسله وعم نطالب فيها. نعم. في زملاء لنا ماتوا ما وصلوا لهالسلسله. نعم. في زملاء لنا بعد ما طلع القانون ماتوا ما اخذوا حقهم كامل بهالسلسله. نعم. شو ناطرين حتى نموت كلنا يعني طيب يعني نقولوا يعني هلا امامكم يعني تصعيد الخطوات مثلا او نحن شو؟ نحن بكل صراحة حاطين نصب عيوننا تحركات مكثفة ومراجعات مكثفة ولن نستكين إلا ما ناخد حقنا، وبدنا حقنا بالقانون بالقوة. ما بدنا نحن رجعنا للقانون، اشتكينا بناء للقانون وعن نراجع بالقانون، ولكن على الأرض تحركنا ما رح يوقف، مستمرين بالتحرك. الرابطتين الثانوي والأساسي. مستمرين بتحركنا. نحن يعني هلا صرنا بدنا نقول عفوا بكلمه بس بدنا نقول مثل ما بيقول مثل ما قال السفير الفرنسي امبارح من يومين. نعم. المسؤولين في لبنان شو قال عنهم؟ طيب هلا العنون المسؤولين في لبنان غير مسؤولين. طيب نحن لقلك شغله مثل ما قلت من البدايه، نحن عم نوصل صوتكم لانه عم تطالبوا بحق من حقوقكم، وعلى الدوله انه تجاوبكم بكل شفافيه حول هذا موضوع يتعلق بتعبكم. من هيك نحن اليوم متابعين معكم هذا الملف على امل يصدر شيء أكيد يعطيكم حقكم، وبالتالي توضيح بين بيان وتطبيق قانون، خصوصا من وزير يعني وزارة المالية مش حيلا وزارة. أهلا وسهلا فيك أستاذ غطاس مدور، عنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا وباخد اتصال. ألو، قطع الخط، باخد اتصال آخر. ألو، نعم تفضل. مش عم بسمع صوتي. انا عم بسمعك كثير منيح مدام ربيكا. اوكي، في عندي اسمعني اي اوكي، بس اسمعني على الاباري مش على التلفزيون عم يعمل روتور. اوكي تفضل. اوكي تفضل.
هلا مش الحال؟ نعم تفضل. مدام ربيكا اجوا في ناس في 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 حكومه فينا نقدر نعمل شغله مشان هل سرقه السيارات بيسرقوها من حد البيت بياخذوها احتيال، بيجوا خمسه سته بيحتلوا بياخذوها، كيف بدنا نعمل حتى نوصل لهم هدول الجماعه؟ يا انه بحكيكي تحت الهواء بيكون افضل، يا بحكيكي هلا على الموضوع. وين باي منطقه عم بيصير في سرقه؟ باي منطقه؟ أنا هون بزوق مصبح. بزوق مصبح، يعني سرقت من تحت البيت؟ إيه نعم. قدمته بشو اسمه؟ لأنه أنا كنت شاريها هذه أنقاض. أوكي. إجوا أخذوها هيك بهالأنقاض، لا في ورقة ولا فيها شيء. آه أوكي. بس أنتوا بلغتوا؟ بلغتوا الدرك؟ بلغتوا النافعة؟ ما بلغت، أعطيت خبر بس ما بلغت. لا بدك تحط يعني بدك تحط شكوى على مجهول أقله. إيه نعم. عند الدرك والنافعة بدك تتبلغ النافعة كمان. أنتوا هيئة السير لازم تبلغ. أنا ما بقدر يعني أنا بقدر ألفت يعني لأني عم تطلع حضرتك على البرنامج عم نلفت إنه انتبهوا في سرقة سيارات واحتيال على بمواطنين تحت بيوتهم، يعني هيدي مفروض يكون في دوريات لقوى الأمن، دوريات للشرطة. ولكن أنا عم بنصحك شو لازم تعمل، مفروض تتشكى على مجهول وبالوقت ذاته كمان تبلغ النافعة حتى تحفظ حقك، لأنه لا سمح الله صار شو ما صار بالسيارة، لأنه إذا كانت باسمك مصيبة. طيب أوكي. يعني ما بعرف الأمرات كمان الشرطة البلدية بيكون معها الضوء الأحمر بالليل، إذا كان في شي حرامي بده بس يشوف الضوء الأحمر يا بيهرب. يعني اليوم بدها وعي أكتر، بدها سهر أكتر من قبل الأمنيين حتى ما نسمع اللي عم نسمعه. أهلا وسهلا فيك، كمان اتصال. ألو. تفضل. تفضل. الله معك. الله أهلا. معك مدام ربيكا. أهلا تفضل. نشكر الله. الله يخليك ليك. منا إلنا بتعاونية الموظفين. نعم. إلنا منح مدرسية. نعم. ومن من شهرين طلع القرارات إنه إلنا مصاري، بس وزير المالية ما عم يحولنا، ما عم يحولنا لتعاونية الموظفين مصاري. وبدنا نسجل أولادنا وبدنا ندفع الأقساط اللي تعوا السنة الماضية، مصاري ما معنا، أنت عارف الأوضاع اللبنانية، كل الشعب اللبناني حالته بالويل. طب وزير المال ما عم بيبعث مصاري لوزارة لتعاونية الموظفين، طب شو بدنا نعمل نحن؟ كيف بدنا نسجل أولادنا؟ معك حق، يعني شو ما بتقلي بصدق، لأنه قد ما عم يجيني اتصالات هالفترة بخصوص إنه ناطرين المنح حتى يسددوا، وبالوقت ذاته في إدارات مدارس ما عم تقدر تدفع لأساتذتها لأن ناطرة كمان الأهالي تسدد، ونحن على أبواب يعني ما عم يقبلوا الطلاب، ونحن ما منريد كمان إنه طلابنا يكونوا بالشارع لأنه مش مدفوع القسط أو مش مسدد القسط السنة الماضية. يعني الدولة شريك أساسي مع المدارس إن كان قطاع خاص أو قطاع عام. معك حق 100%. ما بعرف ليه وزير المال إذا طلعت القرارات من التعاونية يعني عامل شغلة بدها بس صرف، الموازنة صدرت، يعني ما بقى في واحد يقول إنه عنا بعد مش طالعة موازنة أو شيء، لا الموازنة طلعت. ما بعرف بهذا البلد قديش هاللبناني بده يعاني وقديه بده يدفع مثل السلة المقدوحة، يعني دايما كل شيء بنحط فيها ما بعرف كيف عم بيروح. رح نتابعها لنشوف، رح نتابعها. كمان اتصال. اهلا اهلا. الو. تفضل. الو مرحبا. مرحبا. انا مواطن من عرفيل. ايه اهلا وسهلا فيك. اهلين فيك. انا 3 سنين قاعدين لا شغله ولا عمله، وناطرين الدوله تسكر هالمحلات للسوريين. عملنا ما سكرهم بعد هلا ما سكرتهم. هو مفروض يتسكروا تلقائيا لانه في قرارات عم تصدر وفي تفتيش، ان شاء الله التفتيش بيوصل على عرسال لانه عرسال هي منطقه لبنانيه كمان، بتصور بتمنى على التفتيش يطلع على عرسال ويعمل يطبق القانون. نحن رح نلفت نظر وزاره العمل بهذا الموضوع. اهلا وسهلا فيك. يعني اللبناني وين ما كان موجود بلبنان بدنا نقول له انه ما تشغل اجنبي، بس بدنا نقول له كمان إنه الأولوية لإلك، يعني محلك قبل غيرك. يعني إذا ما منقدر نشغل أجانب فكيف يسمح لأجانب يفتحوا محلات ويضربوا اللبنانيين؟ هيدا ما بعرف كيف. القانون واضح وصريح، إذا بيطبق القانون مثل ما بيطبق بغير بلدان ونحترم القانون بفتكر ما كان حدا بيشكي. باخد بعد اتصال. ألو ألو
الو ايه تفضل. كيفك مدام ربيكا؟ نشكر الله وانت منيح؟ الحمد لله. بدي اسالك سؤال بس على المستشفيات الحكوميه بالشمال. ايه عم بيقولوا انه الولد اللي عمره 3 سنين ما بيفوتوه على المستشفى. ليه؟ هلا في قانون انه تحت 3 سنين ما بيفوتوه على المستشفى. وشو بيعملوا فيه؟ انا اخذ جواب من حضرتك. هيك قالوا لك بالمستشفيات فوق؟ ايه. باي مستشفى منهم؟ مستشفى الحكومي البترون. ما بيقبلوا اطفال؟ ايه من تحت عمر 3 سنين ما بيقبلوا ابشار يفوتون على المستشفيات. اف خليني اسال. لا بدي استوضح الموضوع واقول لك ايه. اكيد بدي استوضح. اذا بتريدي. اهلا وسهلا فيك. يعني هيدي بعد ما سمعت انه منحدد. هلا بعرف في مستشفيات في حالات ما فيها تستقبلها بتكون لانه مش مجهز لها، هيك بفهم. بس انه هيك نقول انه ما بنستقبل تحت 3 سنين، بدي اسال وزاره الصحه. صوره اليوم نشوفها سوا. هيدي رسالة وضع أب لابنه على ديركسيون سيارة، لأنه كلنا فهمنا أنه 39 قتيل بأسبوع واحد عدا الجرحى وعدا يلي ما بعرف إذا بتيب ولا لا. بعت هالرسالة لابنه ليذكره كل ما طلع على هالديركسيون، يقول له يا ولدي يعني أنا ما إلي قلب أولى إن رخصت روحك وصلت إلى هالسرعة، فتذكر أنه روحك غالي علينا والدك. بكفي هالرسالة تكون من كل آباء لبنان وأمهات لبنان لأولادهم، حتى يعرفوا شو قيمة الأولاد وشو قيمة الأهل وشو قيمة الحياة يلي بيعطونيها، ويلي الأهل بيعملوا المستحيل حتى يريحوا أولادهم، ما يجوا أولادهم بسرعة جنونية أو بلحظات يروحوا هالروح. الروح عزيزة كتير. هالوالد أثرني كتير صراحة، وحبيت أن أحط هالصورة حتى تكون رسالة لكل العالم، حتى تعرف إنه الحياة عزيزة كتير وخصوصاً للشباب عند أهلهم. كل ولد له قيمته عند أهله. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.